السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة ويقعد عليكم الأيام بالخير إن شاء الله. بنتابع دورة تربية السمان الهجين من عمر يوم لحد عمر الذبح، ونعرف تكلفتها على سعر العلف الحالي، ونعرف الدورة هتعمل معانا إيه وحولت معانا إزاي وعلى عمر قد إيه بالظبط. يعني تفاصيل إن شاء الله كاملة كلها هنقولها في آخر الدورة بإذن الله. احنا بس بنتابع مع حضراتكم دورة كاملة، بننزل كل يوم او كل يومين فيديو على حسب يعني اهمية الفيديو، وبنشوف الفرق يوميا، وبنعرف الاوزان، وبيبقى عندنا كده زي نظام جدول كده، بيبقى عارفين مثلا اللي في العمر ده وزن السمان بيبقى عامل كذا، بيبقى عندنا برضو المعلومة كاملة. فالنهاردة ان شاء الله بنتابع الدورة، ده سمان هجين عمر 20 يوم ان شاء الله النهاردة. طبعا احنا دلوقتي هنغير له الاكل ونغير له المية، وبعد كده نبدأ نوزن ونشوف السمان بتاعنا عمل كام. وطبعا زي ما احنا عارفين ان شوية دول يا جماعة شوية ضعاف عندي، واحنا بنحاول برضو فيهم ان احنا نعدل فيهم ونحاول نحسنهم بحيث ان هم برضو يحولوا معانا. فبسم الله الرحمن الرحيم، يعني الله اكبر، بدأوا يفوقوا معانا. انا شايف ده طبعا لما تحطه في الحضانه اللي فيها الحراره بدا يظبط تاني معايا، وكان في احجام صغيره خالص بدات تفوق معايا اهي. ودلوقتي برضو هنوزن ونغير ونشوف الكلام ده عامل ايه معانا دلوقتي. فخلينا رجعنا لحضراتكم تاني بعد ما احنا غيرنا لهم العلف وغيرنا لهم الميه، وهنبدا كده نشوفهم برضو هما بياكلوا، ونبدا نوزن علشان نبقى عارفين وزن السمان الهجين عمر 20 يوم عامل معانا قد ايه بالظبط. نجهز الميزانة بتاعتنا وبعد كده نوزن السمان. طبعا يا جماعة اتمنى يعني لو انت اول مرة تتفرج علينا، اتمنى ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. ولو انت من محبي تربية السمان وعندك اضافة او معلومة حابب ان انت تضيفها لي او تفيدني بيها، اكون شاكر جدا لحضرتك. وبشكر فعلا كل الناس اللي على القناة والتعليقات اللي بتجيلي المحفزة جدا، انا بشكركم جدا والله. كل يعني مش عارف اقول لكم ايه، ربنا يجازيكم خير. وان شاء الله هننجح، وان شاء الله هنقف على رجلينا، وان شاء الله هنبني المشروع ده وهنكبره للاخر، وكل ده برضو بفضلكم وفضل الله طبعا قبل اي حاجة. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وباذن الله الايام اللي جايه هنعمل دورات غريبه كده، نجرب بيها كذا حاجه، مش حاجه واحده، يعني مش هنعمل دوره واحده، لا هنخش ان شاء الله في كذا حاجه وكذا صنف، هيبقى في شغل كتير الايام اللي جايه ان شاء الله. بس ربنا يصلح الحال كده، ونحاول ان احنا نعمل الكلام ده باذن الله. طبعا يا جماعه عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، احنا نوزن بقى السمان ونشوف السمان بتاعنا عامل كام. ده يا جماعه سمان هجين عمر 20 يوم النهارده، 123 جرام. نجيب واحد تاني، 119 جرام. نجيب واحد تاني، 142 جرام. ده يا جماعة السمان الهجين اللي هو كان عندي فيه مشكلة أو خلل، بدأ يظبط معانا شوية اهو. هو لسه فيه برضو شوية ضعاف، بس برضو على اخر الدورة ان شاء الله هيكون فرق معانا. وبرضو السحب العلف بتاعهم مش كتير في اليوم برضو، يعني مش بياكلوا وما بيحولوش، لا الاكل اللي بياكلوه بيحول عليهم برضو، يعني ايه مش بياكلوا كتير يعني. ده كده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم. وزي ما قلت لحضراتكم، لو في حد عنده اضافة او تعليق او عايز يستفسر عن اي حاجة ياريت تكتبلي في الكومنتات. وكل سنة وحضراتكم طيبين، شكرا.